لطالما شكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملاذ للمواطن من أجل التخفيف عن كاهل وكاس الفاتورة الاستشفائية، وبوقت لا يزال الضمان على تسعيرته القديمة. شكل رفع الدعم الجزئي عن الدواء ضربة جديدة للمريض بظل عدم القدرة على تغطية فرق ارتفاع الأسعار. يعني بالمرة الماضية كانت عن حوالي 2000 دواء بس الأدوية المش أساسية باستثناء الأنتيبيوتيك، هلأ هيدي أدوية أساسية لعلاج المواطنين وخاصة المضمونين، لأن هيدي أدوية تتعلق بالضغط والسكري وإلى ما هنالك، وبالتالي الأسعار عم ترتفع بطريقة كتير كبيرة بعد رفع الدعم، وبالتالي الضمان الاجتماعي مش قادر يواكب، لأنه الضمان الاجتماعي كل اشتراكاته هي بالليرة اللبنانية، في حين أنه الدواء عم يتسعر على الدولار الأمريكي. نزع التغطية الصحية نتيجة الانهيار المالي كانت محط اجتماعات متكررة بوزارة الصحة مع ممثلي الجهات الضامنة من أجل وضع حلول لكيفية التعاطي مع الواقع الجديد. هي أكثر لحتى نتباحث ونحط آليات للعمل، إن كان في مجال الدواء أو في مجال المستلزمات الطبية أو في مجال التعريفات الاستشفائية وتعريفات الأطباء، لحتى نشوف كيف نقدر نعمل نوع من التخفيض الكلفة بالوقت الحالي وبالمستقبل، وضبط الأمور بطريقة أفضل لتخف الأكلاف المستقبلية. وبالتالي حينعمل لجان بموضوع الدواء، بموضوع المستلزمات الطبية، لنشوف كيف فينا نتعاطى بطريقة أفضل مع المستشفيات والأطباء، وكذلك نلبي حاجات المواطنين اللبنانيين. المعضلة الأساسية هي غياب الاعتمادات، فتأمين الأموال حاجة ملحة لاستمرارية التغطية. مصادر التمويل المتاحة وفقا للقانون هي زيادة الاشتراكات، بس نحن برأينا هيدي لن تؤدي، ويمكن ما في إمكانية من قبل القطاع الخاص. الحل الآخر هو الدولة اللبنانية، اللي بنتأمل يكون لها دور أساسي بهالموضوع، بس كمان وفقا للمعطيات، وأنه الدولة اللبنانية الضمان له عليها 5000 مليار وهي كانت غير قادرة أن تدفع، كمان حيكون قدرة تحركها شوي محدودة بهذا المجال. من شان هيك نحن عم نفكر بأمور أوسع شوي، يعني بده يتفكر إما بهبات أو بقروض طويلة الأمد. بدنا نشوف إذا هالأموال اللي فاتت على لبنان من صندوق النقد الدولي فينا نخصص 250 مليون دولار للقطاع الصحي بشكل عام، مش بس للضمان، لحتى نقدر نهدي القطاع الصحي بلبنان. نحو 35% من الشعب اللبناني بيعتمد على تغطية صندوق الضمان، يلي كان يتحمل 90% من كلفة الفاتورة الصحية، وما بيترتب على المواطن سوى دفع 10% من المبلغ. 10% فرق صارت عم توصل حالياً لعشرات ملايين الليرات وفق سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، بينما تعرفة الضمان الاجتماعي ما زالت وفق سعر الصرف الرسمي.